بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بحضراتكم في المحاضره الثامنه من محاضرات التحكيم التجاري الدولي، وهي باقي السلسله التي قمنا بتقديمها على مدار 7 حلقات سابقه، وشرفت باعدادها وتقديمها لحضراتكم، وشرفت ايضا بقبولها وبعرضها بواسطه اللجنه الاعلاميه التابعه لنقابه المحامين. وموضوعنا اليوم هو الانتقال للجزء الثاني من الدبلومه، وهو الخاص بالسير في الدعوه التحكيميه. انتهينا في الجزء الاول من توضيح التحكيم، مفهومه، بعض الاجراءات المتعلقه به، بعض النزاعات التي تشوب حوله، بعض المفاهيم المخلوطه والتي كان يجب ان تصحح، بعض الاوضاع القانونيه المتعلقه باللجوء للتحكيم ومفهومها وبيانها، واتفاق التحكيم طبعا، وانهيناهم جميعا. هنا هنتكلم في الجانب العملي لدبلومه التحكيم، يعني انا ازاي بقى كمحامي شركه، كمحامي هيئه، اقدر الجا الى التحكيم؟ ازاي حضرتك تلجأ إلى مركز تحكيم في إقامة بقى دعوة وإنك تسير في إجراءات التحكيم؟ الدعوة التحكيمية عشان نبقى واضحين، زيها زي أي دعوة مدنية عادية، كأن حضرتك بتكتب صحيفة وتروح تودعها في المحكمة وتقدر الرسم وتقشر وتودع في قلم الكتاب وتاخدها وتعلن المحضرين، نفس الإجراءات بتتم في دعوة التحكيم، مع اختلاف في المفهوم. بمعنى انا لما بروح ما بكتبش صحيف الدعوة، انا لازم ارجع لاتفاق التحكيم. اتفاق التحكيم احنا وضحنا انواعه الثلاثة، التحكيم بشرط والتحكيم اتفاق والتحكيم بالإحالة. اتفاق التحكيم بيقول لي اعمل ايه، الجأ فين، زي كده ما حضرتك بتدور، هو انا هروح محكمة ايه، محكمة القاهرة ولا محكمة في أسيوط ولا محكمة في اسكندرية، وهروح فين؟ نفس النظام، أنا هنا هلجأ لإيه؟ هلجأ لمركز اسمه إيه؟ المركز ده فين؟ موجود فين؟ طيب، حددت المركز، بروح المركز ومعايا مجموعة من المستندات. المستندات دي أولها اتفاق التحكيم. ليه؟ يجب على المركز الذي سيقبل نظر تحكيم الدعوة عنده انه يشوف الاتفاق ويتأكد من صحته، ودي نقطة كنا اسلفنا فيها لما اتكلمنا في بطلان اتفاق التحكيم، وفرقنا ان في فرق بين بطلان اتفاق التحكيم وبطلان حكم التحكيم، والجزئية الخاصة ببطلان حكم التحكيم جزئية هنعود اليها بس في حلقات قادمة إن شاء الله. فالمركز ده بيراجع اتفاق التحكيم وبيقرأ مضمونه وبيشوف إيه هي بنوده وقواعد اللجوء وعدد المحكمين وأنظمتهم كما أوضحنا في كل مشتملات اتفاق التحكيم. بيطلب من حضرتك إنك تكتب له طلب. طلب، بكتب طلب سيد الأستاذ مستشار رئيس مركز كذا كذا للتحكيم التجاري، اقدمه لسيادتكم فلان الفلاني بصفتي وكيل عن كذا، فانا بتقدم بطلب لنظر دعوه في الموضوع والمتعلق بالاتفاق والتعاقد المؤرخ والذي اخل به الطرف فلان وهو المسمى بكذا، وانه اخل بكذا وانه عمل كذا مما رتب مسؤوليه وطبقا للقانون، فالاختصاص ينعقد للتحكيم، فانا بتقدم بطلبي هذا لنظر التحكيم. طيب، بيتقدم الطلب للمركز، بيقبل المركز الطلب، وبيحدد له الرسوم، وبيحدد له موعد، بتدفع الرسوم، يبدا ينظر الايه؟ الطلب. هنا بتبقى في جلسه بقى رسم، خلاص اتعين المحكمين واتحط المحكمين بحسب الاتفاق اللي موجود، محكم ولا اثنين ولا ثلاثه، لازم يبقوا فرد طبعا، محكم او ثلاثه او خمسه او سبعه.
وخلاص المحكم تم تعيينه وتم اختياره والمركز تم تحديده واتفق عليه وتوافق، وطبعا ده بيبقى كلها موافقات سابقه لان كل ده سبق، وان احنا اوضحنا ان دي بتبقى موجوده في اتفاق التحكيم هم قبلنا من البدايه. بيقول للطرف اللي بيقدم الطلب بيقول له قدم مستنداتك ومذكره بقى شارحه للموضوع كله، طبعا تقدم باللغه التي تم الاتفاق عليها. يعني لازم يتقدم لو قالوا ان التحكيم ده هيتم مثلا باللغه الانجليزيه، يبقى لازم حضرتك ملزم بانك تقدم مذكره باللغه الانجليزيه، وان حضرتك تقول مستنداتك وهي تكون مترجمه. بعد كده بيدي مهله للطرف الاخر في ان هو يعرض عليه الامر ويطلع تمام الاطلاع، ويبدا بقى ان هو كمان يرد ويقول لك انا وجهه نظري في الموضوع ده كذا وكذا، وانا برد عليه وانا ما اخليتش وانا. يجب ان يمهل المحكم الخصم للاطلاع عن مستندات والرد، وبيلزم الاطراف بتقديم مذكرات شارحه. ليه؟ هو مش ملزمه لان الحته دي برضو عليها خلاف. احنا متفقين بحسب قواعد العامه ان مفيش مرافعات في المسائل المدنيه. فموضوع زي ده علشان الاطراف يحددوا مواقفهم وحدود المسؤوليه بيفضل انه يكتب مذكره يوضح فيها يعني ايه. هي مش مذكره زي مذكره المحكمه، هي بس ليها طابع خاص، بيبقى عباره عن مذكره شارحه بتضم القواعد القانونيه كلها وبتضم اساس المسؤوليه مرتبطه بموضوع النزاع. ده شرط مفترض يجب ان ينفذ. بعد كده بمشي في اجراءات التحكيم بحسب المده اللي احنا متفقين عليها وبحسب المده اللي حددها القانون، وبقدم مستنداتي. لو عايز اروح لخبير بروح، لو عايز انتدب لجنه الفحص بنتدب، لو عايز اقدم تقارير فنيه بقدم، والخصم يشوفها ويرد عليه حتى تحجز الدعوه للحكم ويصدر في شانها حكم تحكيم. طيب انا لما بروح باحضر، بروح احضر عن شركه او عن مؤسسه. بطبيعه الحال المؤسسات والشركات بتعمل ايه؟ بتعمل توكيل رسمي عام قضايا شامل لكل المحامين اللي عندها. غالبا وده يعني اللي بيتفق عليه غالبيه مراكز التحكيم، هو بيقبل طلب التحكيم باي توكيل. طالما ليك صفه تروح تقدم الطلب انت خلاص ليك صفه. لكن بتفرق مع حضرتك يوم الجلسه. يوم الجلسه لازم حضرتك تحضر بنفسك بتوكيل خاص يبيح الحضور في التحكيم. بعض هيئات التحكيم او بعض المحكمين قالوا والله انا يكفيني توكيل خاص من المؤسسات اللي فوق بس. بعضهم قال لا، انا عايز توكيل خاص ويأكد حضوره للتحكيم في القضية التحكيمية كذا، ويحدد يعني لازم يبقى محدد جدا ومحدد اختصاصه ودوره ايه فيه. ده ليه؟ ده لان مش كل قضايا التحكيم بيتولاها محامين. في قضية تحكيم بتبقى منازعة متعلقة باستثمار وتضارب في اوراق مالية، مضاربة في اوراق مالية وبورصة. دي حاجة ممكن ما يكونش محامين كتير او العموم يعني للسادة المحامين متخصصين في الموضوع، ممكن يبقى اثنين ثلاثة. وانا مش شرط اروح للاثنين الثلاثة دول. فانا ممكن الجأ لمحاسب او مدير مالي او اخصائي اقتصادي متخصص في المسائل الاوراق التجارية، في ان هو او الاوراق المالية، انا اسف، الاوراق المالية الخاصة بالبورصة والاسهم والمستندات، في ان هو يلجأ الى مركز التحكيم وهو اللي يمثل الشركه. في بعض المنازعات متعلقه بالملاحه البحريه،
ممكن استعين بان الشخص ده كان خبره طويله في مجال البحر او الملاحه البحريه، فبالتالي بيبقى عنده باع في هذا الموضوع ويستطيع ان هو يقوم بعمل التحكيم. مش من الشرط او مش من المفترض ان اللي يقدم الطلب يكون محامي او حقوقي او غيره.